السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساحة حرة، نتحدث فيها على الهواء مباشرة عن عنوان لهذه الليلة، ألا وهو الإعلام وأثر وسائل الإعلام على المجتمع وكيف أثرت على سلوكه، وما هي أبرز التطورات التي كانت في الحلقات أو في الأيام الماضية، خصوصا فيما يتعلق بالدراسة والتعليم وكذلك المتعلقة بالأحوال الجوية والطقس. هناك كثير من الانتقادات التي وجهت إلى بعض الجهات التي لم تكن تلتزم بما تقوله الأصاد الجوية الفلسطينية التي كانت تتابع بالدقة والحذافير، وهي الجهة المعتمدة طبعا لدى الفلسطينيين فيما يتعلق بالتوقعات الجوية، وكانت كل توقعات هذه الأصاد الجوية تحديدا الفلسطينية كانت في محلها ولم يكن هناك تهويل. بقية المواقع الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ولا نعمم كانت قد أدت إلى نوع من أنواع البلبلة وإحداث البلبلة، سواء كان في موضوع التعليم، في موضوع التوقعات الجوية وغيرها. نتحدث في هذه المرة عن أثر ودور وسائل الإعلام على هذا الموضوع، وما هي آراء السادة المشاهدين في هذه القضية. بداية هذه الحلقة نترحم على الشهداء في فلسطين، وكذلك نقول بأنه اليوم تم تسليم عدد من الشهداء رحمهم الله في قلنديا وغيرها. على أي حال، في هذه الحلقة، بدأت هذه الحلقة بمساحة حرة، نتحدث مع الدكتور ماهر أبو زنط الخبير الاجتماعي، ونسأله عن أثر ما حصل وما وقع في الأيام الماضية على المواطنين وكذلك دور الإعلام في ذلك. دكتور ماهر مساء الخير. دكتور ماهر إذا كنت تسمعني مساء الخير. إذن مرة أخرى وقبل أن أنتقل للدكتور ماهر أبو زنط، نتابع وإياكم ما أعده لنا المخرج العزيز حسن النجار، الذي كما ذكرنا أعد لنا عدد من المقاطع والمشاهد لهذه الحلقة وللشهداء رحمه الله الذين تم تسليمهم في هذا اليوم في رام الله وتم دفن جثامينهم. دكتور ماهر أبو زنط مساء الخير. نعم دكتور ماهر مساء الخير. طيب يبدو أن الدكتور ماهر لا يستمع لنا في هذه اللحظات، نحاول الحديث معه عن أثر مواقع التواصل الاجتماعي أو أثر الإعلام على المجتمع والمواطنين. طبعا كان هناك استعدادات للجهات الرسمية سواء كان الحكومية وغيرها للدفاع المدني والوزارات المختصة ذات العلاقة في حال كان هناك أي منخفضات أو تغييرات جوية، وقد قامت بدورها على خير ما يرام. وهناك مثلا ملاحظات متعددة الحقيقة فيما يتعلق بموضوع الإعلام وأثره على المواطنين. أحد أبرز هذه المعالم لذلك هو موضوع أنه الناس عندما تحدثت بأنه في هناك إشكالية في موضوع التهويل، الحركة الاقتصادية تأثرت، المدارس تأثرت، كان هناك عدد من المواطنين الذين انتقدوا أنه في بعض الأحيان كان في بعض التعطيل، بعض المواطنين أيضا آخرين قالوا أنه لازم يكون في تعطيل وغيرها. طيب أنتقل إلى الأستاذ ناصر أبو بكر، وهو نائب نقيب الصحفيين وأحد الإعلاميين أيضا المعروفين. أستاذ ناصر مساء الخير. أستاذ ناصر مساء الخير. يبدو أنه إحنا يعني حتى اللحظة في عندنا خلل فني سنتابعه. على أي حال، هناك ملاحظات نقرأها من المواطنين، وهذه الملاحظات جاءت عبر الفيسبوك. أحد المواطنين يقول عبر الفيسبوك: يعطيكم العافية، ولكن أنا سؤالي أنه إلى متى سنبقى رهينة لوسائل الإعلام التي تحاول دوما التهويل فيما يتعلق بأعمال المواطنين. وآخر يقول أنه ليش ما يكون في عندنا زي الأردن الشقيق، يقول أنه منعوا أي حدا يفتي بالأرصاد الجوية إلا الجهة الرسمية فقط التي هي تتم اعتمادها واعتماد أبرز ما جاء فيها. طبعا الإعلام كان له دور كبير، كان هناك كثير من اللقاءات التي تمت من أجل المتابعة مع المواطنين ومن أجل أيضا الوقوف على احتياجاتهم ومتطلبات عملهم. طيب أستاذ ناصر هل تسمعني؟ أستاذ ناصر مساء الخير. نعم يعطيكم العافية أستاذ ناصر وشكرا لك. أنت يعني لك باع طويل في موضوع الإعلام ونائب نقيب الصحفيين، كيف تابعت ما تناوله الإعلام في الأيام الماضية وأثر ذلك على
المجتمع، خاصة لو أخذنا مثال التوقعات الجوية ومثال التعليم. تفضل أستاذ ناصر. أما أولا الإعلام، هناك وسائل إعلام، هل تسمعني جيدا؟ نعم أسمعك، تفضل. نعم، أولا مساء الخير لك ولمشاهدي تلفزيون فلسطين. يعني وسائل الفلسطينية ووسائل الإعلام في العالم الآن تنوعت بشكل كبير جدا، وخاصة دخول الخط يعني موضوع وسائل التواصل الاجتماعي للإعلام الاجتماعي، وما له من تأثير كبير وتداول كبير جدا أيضا بين المواطنين، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ربما أكثر متابعة من محطات التلفزة والإذاعة وحتى الصحف المكتوبة والورقية. لذلك هذا مهم جدا الانتباه له، ويعني هناك واضح تماما أن أيضا لا يوجد اعتماد على المصادر الرسمية الحقيقية التي يتم الرجوع عليها، وبالتالي كان هناك تسابق بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وبين حتى كل وسائل الإعلام في فلسطين من أجل نقل الخبر، ولكن هذا التسابق أحيانا لا يكون فيه دقة كبيرة، وبالتالي ربما إرباك قليل بين المواطنين. هذا الإرباك أدى إلى أن المواطنين كانوا يعني يتوقعون أن هناك ثلوج كبيرة ستسقط في فلسطين، وهذا مهم، الناس استعدت كثيرا. وأيضا هناك كان تدخل من النشطاء ووسائل التواصل الاجتماعي في موضوع مثلا المدارس، وأنه ربما يجب أن تعطل المدارس، وكان لهم تأثير في هذا المجرى كثيرا لأنهم ضغطوا في هذا الاتجاه، وبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي لم تتحرى الدقة، ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي نعم. لكن هل أثر هذا الموضوع أستاذ ناصر المعتمدة في فلسطين أو في أي دولة؟ وكان هناك تطابق أيضا بين يعني المتنبئين الجويين أنفسهم الذين هم أيضا نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي ويدركون أهمية الرسالة التي يعني يرسلونها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. طيب أستاذ ناصر، إذا كنت صدد، وكان يتم تداول يعني تنبؤاتهم بشكل كبير بين النشطاء الإعلاميين والمواطنين يعني. نعم. طيب أستاذ ناصر، إذا ما أردنا معرفة برأيك أنه هل هذا الكلام له تبعات إيجابية أم سلبية على حياة الناس؟ بمعنى آخر، أنه هل يمكن القول أنه هذه التوقعات وتدخل من وسائل الإعلام كان إيجابي أم أنه سلبي؟ نعم أستاذ ناصر. نعم أستاذ ناصر، إذا كنت تسمعني، هل هذا كان إيجابي أم سلبي تدخل وسائل الإعلام؟ طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ ناصر أبو بكر، شكرا جزيلا لك. على أي حال، نقرأ بعض مما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي. هناك مشاركة من مواطنة، هذه المواطنة تقول بأنه التواصل الاجتماعي أو الإعلام بشكل عام هو مهم، ولكن الحقيقة أنه يعني بين قوسين نحن أصبحنا في إرباك كبير خلال الفترة الماضية. السبب في ذلك هو أنه عدم وجود جهة واحدة فقط نستقي منها المصادر، و تحديدا فيما يتعلق بالمعلومات الجوية أو غيرها، وتقول بأنه يجب أن يعمم أو أن تعمم نشرة الأحوال الجوية للأرصاد الفلسطينية على كل المواقع، وأن يلتزم الكل بذلك، لأن هذه مؤسسة رسمية لها كل احترام وتقدير، ويجب على الكل أن يلتزم بهذا. طبعا ما ذكرته أبو رافع، تفضل من طول كريم. أبو رافع تفضل، تسمعنا من التلفون يا أبو رافع. ألو. تفضل يا أبو رافع. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. أولا نترحم على شهداءنا الذين سكتوا، ونترحم على جميع المسلمين أولا، وثانيا نتمنى. ألو. عم بسمعك، تفضل. العافية. أخبار الله يعافيك، تفضل، عم بسمعك. أولا نترحم على الشهداء الذين سقطوا. ونتمنى للأسرى الحرية الكاملة.
في أخي لا حول الله ولا قوة إلا بالله، نحن ليس نشارك رب نعم. العالمين في نعم. هذا الشيء أه. نعم أخي معاذ يعني أها سامعك تفضل. ضربة نعم ضربة هذه الموجة السفيعة ضربة قوية يعني للمناطق، ولكن وسائل الإعلام نعم سامعك تفضل عم بسمعك وسائل الإعلام شايف كانت بانتظار وكانت بتفوق الناس يا أخي معاذ الناس ما بيعرفوا ما بيشاركوا ربهم بالغيب، شايف ربنا أخبر من الكل يا جماعة نعم. إلى متى إحنا بدنا نصير؟ بعدين أخي معاذ بدي أقول لك سامعني يا أخ معاذ والله سامعك تفضل تفضل سيدنا العزيز نأسف إحنا نأسف على ما الشارع ماذا يقول كيف أولا إحنا السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس والوزير الأخ رامي الحمد لله في ناس أخ معاذ للأسف الشديد يعني كيف بأكلوا من الصحن وببزكوا فيه ألو عم بسمعك يا سيدي عم بسمعك والله سامعك تفضل بأكلوا من الصحن وببزكوا فيه إلى متى هذا إلى متى هاي الدوامي يعني يعني أفراد عندك موظفين في إحدى السلطة الوطنية الفلسطينية يعني بأخذوا بس المصاري وبعدها صاروا عباس ما عيب 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 ولكم عيب اللي بصير واللي عن اللواء ماجد فرج حفظه الله جاي طيب. بيحكوا كلام يعني احنا بيش وهم بيش جديد يا معاذ سامعني سامع طيب ألو. طيب شكرا جزيلا لك دعونا في هذه المرة نتحدث عن المتابعات وعنواننا لهذه الليلة كما ذكرنا هو الإعلام وأثره على حياة المواطنين وأثره على المتابعات طبعا دعونا في هذه المرة نتحدث عن طبيعة التطورات وما يقول المواطن بخصوص التعليم وكذلك بخصوص المتابعات الأخرى فيما يتعلق بالأرصاد. دعونا في هذه المرة نأخذ بعض الاتصالات الأخرى ونقول بأنه هناك عدد كبير من الملاحظات التي وصلت بهذه القضية في هذه الأثناء. طيب رامي تفضل. رامي من رام الله. رامي تفضل. ناظم تفضل يا ناظم. ناظم إذا كنت تسمعني تفضل. ناظم تسمعنا من التلفون يا ناظم وتوطي صوت التلفزيون. يا ناظم تفضل. طيب شكرا جزيلا لك يا ناظم. دعونا في هذه الأثناء نتحدث عن ما كتبه الناس في هذه المرحلة وتحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحة وهناك عدد من الذين انتقدوا الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإعلام. بعض المواطنين يقول بأنه للأسف هناك عدم ثقة في المعلومات التي ترد على مواقع التواصل الاجتماعي. أبو محمد تفضل. أبو محمد من غزة. أبو محمد تفضل. أبو محمد تسمعنا من التليفون. أبو محمد تسمعنا من التليفون. طيب محمد تسمعنا شو من التليفون. هناك شكرا جزيلا. هناك ملاحظات أخرى على الفيسبوك نقرأها فيما يتعلق بهذا البرنامج. طبعا نشاهد وإياكم مشاهدين ما يبثه لنا المخرج حسن النجار بخصوص المواقع ومقاطع الفيديو التي يتم الحديث عنها والتي كما ذكرنا تتحدث عن طبيعة العنوان لهذه الحلقة. نحن في هذه الأثناء نقرأ بعض مما جاء كما ذكرنا في. طيب عثمان تفضل. يا عثمان. عثمان تفضل. عثمان تفضل يا عثمان.
طيب يبدو أن عثمان لا يستمع لنا في هذه اللحظات. نقرأ بعض مما جاء على الفيسبوك. هون حدا بيحكي كيف بيدرسوا الناس في روسيا وسيبيريا إذا إحنا مع الناس ثلوج بهذه الحجم وبهذا الحجم. وهناك مواطن بيحكي التنبؤات الجوية يبدو أنها أصبحت موجة أو موضة العصر كما يقول، ويقول أنه نحن نطلب أن يكون هناك متابعة. طيب أبو محمد من جنين، تفضل محمد. أبو محمد تفضل يا محمد. ألو يا فكرة. الله يعافيك، هلا بيك. تفضل. ألو. تفضل يا سيدي، سامعك. سامع والله. عليك شوي على مشكلة التوقعات الجوية. يعني إحنا صرنا يعني نستاء من الإخوان اللي بتواصلوا على على الفيسبوك وعلى الإنترنت يعني. صار الكل ما شاء الله يعني مختص بالنشرات الجوية يعني. إحنا بدنا من الحكومة إنها يعني تشدد العقاب على كل من ينزل إعلان بخصوص هاي النشرات الجوية. يجب يكون هناك من الناس مختصين، ونحن نتبع يعني فقط يعني زي تلفزيون فلسطين، ويكون معتمد الرئيس على هاي الموضوع. يعني إحنا صرنا كثير بهاي المنخفض. قد ما الناس بهوجوا ومنخفض ثلوج، يعني صار يعطي المنخفضات أكثر من حجمها. طب إلى هذا الحد بكثير. إلى هذا الحد أثر عليكم هذا الموضوع كمواطنين؟ نعم والله أثر كثير وبأثر على الناس كله، يعني الشعب بشكل عام يعني بحكي بهاي الشغلة. يعني أنا سائق تاكسي ويوميا بحكوا منخفض ثلوج واشتروا كذا، يعني الشيء صار يعني صرنا توقعاتنا ما شاء الله عندنا مختصين كثار ما شاء الله بالأحوال الجوية. صاروا الشاطر بحط إعلان على الفيس وعلى صفحته ثلوج بكرة وبعد بكرة، يعني شغلات كثير صاروا يعني للموضوع الذي نتحدث به، وهي للعلم مهمة في هذا الوقت بالذات، خصوصا أنه في انتقادات للتهويل كما قيل الذي يجري على هذا الموضوع. دعونا في هذه المرة نقرأ أيضا ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك سلسلة من الانتقادات الحقيقة التي يتم توجيهها للمواقع التواصل الاجتماعي وأيضا لعدد من الجهات التي تقوم أو تستقي معلوماتها من جهات غير رسمية. هون مواطن بتحدث بأنه يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بموضوع التعليم، ويقول بأنه للأسف في ثقافة عنا، ألا وهي أنه في عدد من الناس ما بدهم يدرسوا. طيب معنا اتصال من القدس، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أخي الكريم. أنا بشكر سيادة الرئيس. صوت شوي، تفضل. الرئيس هو اللي عماله برد لو سمحت الكل وأبو الكل. الصوت يا شباب. ولكن طيب. ناس مثل حسين الأعرج عنده طيب. ملايين الملايين. على كل دعونا في هذه المرحلة نقرأ حتى يتسنى لنا. من تفضل. هذه الأموال ينفقها على الشعب، ليش هذه الشعب الأموال يا سيد كلها الكريم. عند واحد؟ بس بعد إذنك أولا يا إما بتحكي تحملني في هالكلمة إنه نقعد نزايد، الله يخليك لا تزايد لسبب بسيط، كل حدا في جعبته عنا كثير يحكي فيها، هذا أولا. ثانيا عندما نتحدث هناك كثير من المعلومات التي إن أردت أن تستقي منها الصحيح فلتتحدث بها. ثالثا فيما يتعلق بهذا الموضوع، أنا كل دقيقتين بتقعد أزايد على حدا؟ جاوبني بعد إذنك. أنا يعني لازم أزايد على الناس؟ تحملني في كلامي. رابعا عندما نتحدث عن السلطة الفلسطينية، أنا ما بحكي لك إنه ما في أخطاء تمام، ولكن عندما يتم الحديث موضوع المعتقلين، موضوع التأمين الصحي، موضوع وزارة الصحة، موضوع المتابعات، هذا ليس منة إنما واجب، ولكن ليش إحنا منخفف ومنستخف في حالنا؟ ليش إحنا منحب دائما إنه نسيء لحالنا؟ ليش دائما منحب نطعن حالنا؟ شو الأموال اللي بنخبيها؟ بهمش تحملني في الكلمة. شو الأموال؟ شو الأموال؟ يا بذكر الرئيس بديش تشكر حدا يا حبيبي كل الشعب كله من ناحيه تامين صحي ومن بديش تشكر يا سيدي. مش مخلي على الشعب يا عمي. ما بديش تشكر، انا مش طالب انك تشكر، انا طالب بتحدث في موضوع التوقعات الجويه. شو دخل القياده في الموضوع؟ شو دخل الاعلام في الموضوع؟ انا بسالك سؤال. الاحوال الجويه، الاحوال الجويه هي من رب الرحمن، هي اللي انا ولا انت ولا اي انسان. انا اتحدث في نقطه واحده، انا اتحدث في نقطه واحده، كيف اثر ذلك على التعليم؟ كيف أثر على ذلك على التوقعات؟ اسمح لي، هناك في أطفال
عمالها تتسول في سوق الخضره، بروحوش على المدرسه، بيطلعوا من قلب المدرسه بروحوا بيعتلوا. طيب. على اسباب هيك تسرب الاطفال، طلع لازم نحن احنا نشوف هدول الاطفال ليش بتسربوا. طيب على كل الصوت غير واضح، رد الصوت مش ضابط. طيب بدي اشكرك شكرا جزيلا لك. هون احد يعني هنا لا نريد ان نمتدح احد، هذا البرنامج مش معمول عشان نمتدح احد، ولكن معمول برنامج حتى يكون في بعض الانتقادات تكون في محلها. نشاهد في هذه المره المتابعات سواء كانت من القياده او من المسؤولين، احنا ليش بنستخف في جهود مسؤولينا التي تبذل؟ يا اخي بتنتقد انتقد، ما حد بيحكي لك لا، ولكن على الاقل يكون في نوع من انواع الانصاف إلنا يعني لكل مجتمعنا. على أي حال، هناك ملاحظة على الفيسبوك أيضا نقرأها، وهناك مواطن يقول بأنه إلى متى سنبقى برهينة لبعض وسائل الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها. يقول أنه المطلوب الآن أن يكون هناك متابعة وتوحيد لكافة الجهود، وأن يكون هناك إجراء حقيقي فيما يتعلق بهذا الموضوع. يعني هناك كثير من الانتقادات الحقيقة وكثير من الملاحظات. هون حد بيحكي والله العظيم بطلنا نحب التعليم وصرنا نحب العطل لأنه العطل صاروا يحببونا فيها. هذا طبعا ما يذكر هذا المواطن، ويقول بأنه يجب أن يكون هناك الحقيقة انتباه في هذا الموضوع وعدم إهمال له. طبعا هذا طبعا ما يقوله هذا المواطن. محمد بن جنين تفضل يا محمد. ماشي سيدي. محمد بن جنين تفضل. محمد بن جنين تفضل. طيب يعني على الأقل هناك أيضا ملاحظة أخرى، نقرأ بعض ما جاء في هذه الملاحظات، ومن بين الملاحظات هي كالتالي: ياريت أنه يكون في اهتمام أكبر في هذا الموضوع تحديدا في موضوع التعليم، ويكون في متابعة حقيقية فيه. يقول أنه أنا أولادي بطلوا يحبوا المدارس ولا يحبوا التعليم لأنه كل شوية صغيرة بدهم عطلة، كل بدهم عطلة بدهم عطلة. ويقول أنا فقط اللي بحكيه وبترجى وبتمنى من وزارة التربية والتعليم أنه تهتم بهذا الموضوع لأنه أثره على أولادنا كبير، ويجب أن يكون هناك متابعات حقيقية في هذا الموضوع. في ملاحظة أيضا. طيب خلف تفضل يا خلف. خلف تفضل. والله بدنا نشارك بخصوص الحلقة هاي. واضح يا شباب. تفضل. يعني أنا من محبين الثلوج والأمطار ودائما بتابع الأرصاد الجوية على أكثر من محطة. من خلال ملاحظاتي يعني كان أكثر تلفزيون متز اللي هو التلفزيون الفلسطيني أو تلفزيون فلسطين، يعني لآخر فترة تقريبا الأخ محمد أبو بكر يعني تحدث إنه في ثلوج وممكن من 30 إلى 60 سنتي. أها تفضل. لكن إحنا طبعا بنلاحظ إن هذه الأشياء بيد الله طبعا، وفي آخر لحظة ممكن الأمور يعني الضغط الجوي وأشياء زي هيك. فإحنا إن شاء الله بنتمنى يعني في الأيام القادمة إنه يكون في تعاون تلفزيون فلسطين مع بقية التلفزيونات، اللي إن شاء الله تكون الحياة ماشية بشكل طبيعي. يعني في يعني مناطق بتكون ما فيها تأثير للمنخفض، وفي مناطق مثلا مثل الخليل بيت فجار يعني تقريبا كثير يعني فيها تأثير للمنخفضات، خاصة قضية الجليد. فإحنا إن شاء الله يعني من هذه يعني التلفزيون الفلسطيني الرئيس طبعا مباشر، بالاضافه للمحطات المحليه لازم يكون في تعاون. هناك طبعا ان شاء الله يعني المنبع واحد لهي النشره. حسن النجار من مقاطع وصور للمنخفض واثر ذلك على المواطنين. نتذكر واياكم عدد من يعني الذين لا زالوا ولا زالت أوضاعهم صعبة للغاية بعد الحرب على قطاع غزة. أنا بلاحظ كمان ولا زالوا يعني حتى على مستوى البلد الواحدة حتى وهناك أيضا يعني هناك عدد كبير من المساعدات الحكومية التي وزعت هناك والحكومة أقرتها والقيادة الفلسطينية
عبر وزير الأشغال. وهناك كثير من الملاحظات في هذا الموضوع. دعونا في هذه المرة نقرأ أيضا بعض ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي. من بين هذه المشاركات هو بتحدث التنبؤات الجوية في أغلبها صحيحة، وإن تداول الناس لها ليس شيء سيء، وما هو إلا تحذير ولأخذ الحيطة بغض النظر. طيب أبو أحمد بيت لحم، تفضل أبو أحمد. أبو أحمد تفضل من بيت لحم. مساء الخير. تفضل أبو أحمد. طيب على أي حال، هناك يعني بعض من الملاحظات، ومن بين هذه الملاحظات هي مساء الخير. أنا أغلب الناس يعني عندما يتحدثون عن هذا الموضوع طيب خلينا ناخذ بعض الملاحظات على الفيسبوك ونقرأها. هناك عدد من الذين يتابعون طبعا في هذا الموضوع، ودعونا نذكر بأنه في ملاحظات متعددة الحقيقة، لكن في أغلبها كلها في نقمة على موضوع مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، وكذلك المتابعات الأخرى في هذا الموضوع. على أي حال، و طيب أبو أحمد تفضل. أبو أحمد تفضل. مساء الخير. طيب على كل، دعونا في هذه المرة طيب دعونا في هذه المرة نتابع ما ذكروا عدد من المواطنين، ونتابع أيضا أو نقرأ ما جاء حتى هذه اللحظة في إطار المتابعة. وهناك كثير من الحقيقة الملاحظات المهمة والتي حتى الآن لم يتم العمل عليها. على أي حال، دعونا في هذه المرة نقرأ. هنا أحد المواطنين بتحدث أنه أحاول الاتصال بكم ولكن لم أتمكن من ذلك. ناظم تفضل. يا ناظم. ناظم تفضل. ناظم تفضل. ناظم إذا كنت تسمعني تفضل. طيب يبدو أن الناظم لا يستمع لنا. طيب على أي حال، مشاهدينا الكرام، هناك على ما يبدو خلل فني، ودعونا أيضا نذكر بأنه هناك كثير من الملاحظات التي تصل عبر الفيسبوك وغيرها، ولكن هناك يعني كثير من الانتقادات الحقيقة لموضوع التعليم. وبذلك على أي حال، محمد سامعني؟ محمد. طيب على أي حال، مشاهدينا الكرام، يبدو أن في عندنا خلل فني فيما يتعلق بموضوع الاتصالات. بهذا نصل وإياكم لختام هذه الحلقة من مساحة حرة. لكم تحيات المخرج حسن نجار، ولكم تحيات فريق العمل، ونشكر الذين اتصلوا معنا، وفي هناك عدد كبير من الملاحظات التي لم نقرأها. على أي حال، لكم تحياتي معاذ الشريدي، ونعدكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم أن نلتقي بكم. فحتى ذلك الحين أطيب المنى، إلى اللقاء.